عزيزي المشاهد، هل خطر على بالك يوم إنك تستمتع بقتل شخص آخر؟ هذه فكرة بشعة بالتأكيد، لأن أخلاقنا وقيمنا وديننا يمنعونا من مجرد التفكير بهذه الطريقة المنكرة. لكن لماذا إذن يتربى جيل كامل من أبنائنا حالياً على شراهة القتل حتى لو كان هذا القتل افتراضي؟ ربما تكون سمعت عن أنجح لعبة إلكترونية في العالم الآن، وهي لعبة ببجي، واللي يمارسها أكثر من 250 مليون شخص حول العالم، وتزيد أرباحها اليومية عن مليون دولار، وهي ذائعة الانتشار في عالمنا العربي. لكن هل تعرف أن هدفك في لعبة ببجي هو أن تقتل أكبر عدد ممكن من المنافسين؟ مشكلة هذا النوع من الألعاب إنه يغذي العدوانية والشراسة والكراهية لدى الأطفال والمراهقين، لأنها تقوم على استخدام السلاح والعنف والحث على القتل بلا توقف. دعوني أحدثكم عن حادثة بشعة وقعت قريباً في الولايات المتحدة، عندما أصاب طفل صغير في الخامسة من عمره طفلة صغيرة في الثالثة بالرصاص إصابة حرجة بمسدس والده. وذكرت الشرطة أن صغيراً في التاسعة كان يعبث بمسدس والده في الفناء الخلفي للمنزل، ثم أعطاه إلى طفل آخر في الخامسة الذي صوب المسدس نحو الصغيرة وأطلق عليها النار فأصابها على الفور. وأضافت الشرطة حين سئل صغير التاسعة كيف تعلم استخدام المسدس، قال أنه تعلم ذلك من ألعاب الفيديو مثل بلاك أوبس وببجي. هذه الحادثة البشعة ليست قصة في فيلم دموي، وإنما جريمة طفولية ارتكبت في الحقيقة في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت تفاصيلها الصحف الأمريكية والعربية بكل ذهول، لأن مقترفاها طفلان لم يتعديا العاشرة. ومفاجأة التحقيق أن الطفلين تعلما الرمي بالرصاص عن طريق لعبة الفيديو. من مشاكل هذا النوع من الألعاب أن التطور التكنولوجي في التصميم قد جعل المحاكاة في مثل هذه الألعاب متقنة جداً، بمعنى أنك حين تمارس القتل لا قدر الله، فالمبرمجين يجعلونك تنفذ كل تفاصيل الجريمة بشكل دقيق وواقعي جداً، دون خوف من تحجر القلب واعتياد رؤية الدم والشعور بالألفة مع الأسلحة النارية القاتلة. يتوقع أن يتسبب انتشار ألعاب القتال والحروب والمغامرة عبر تقنية الواقع الافتراضي في زيادة نسبة العنف بين اللاعبين، إذ توفر تلك المنصات أجواء خيالية يشعر فيها اللاعب أنه داخل الحدث يقاتل بنفسه ويسرق بجهده، وعليه أن يتدبر أمر هروبه من الشرطة أو نجاته من الأشباح بذاته، ليقع تحت تأثير تلك الحالة النفسية لأوقات طويلة بعد التوقف عن اللعب أو حتى الانشغال بلعبة أخرى. وجد المتخصصون أن الألعاب الإلكترونية أثراً في تغيير سلوك الطفل السوء، حيث أنها تدفح للأنانية وحب الذات وزيادة السلوك العدواني لديه، وربما تدفعه للسرقة للحصول على هذه الألعاب وتجديداتها من الأسواق أو لشراء الأجهزة التي يتمكن من ممارسة هذه الألعاب عليها، حيث أنها تكون بمثابة إدمان له. وهذا ما أثبتته بعض الإحصائيات من أن سلوكيات العنف والتطرف والانحراف منتشرة بين المراهقين. مخاطر هذه اللعبة لا تقف عند حد الانعزال في العالم الافتراضي فحسب، وإنما تمتد آثارها السلبية إلى المشاكل الصحية والعصبية وإهدار الوقت خلال الدراسة أو العمل. المشكلة الأخرى هي أن إدمان ألعاب الإنترنت لا يختلف عن إدمان المخدرات، لأن ممارسة ألعاب الكمبيوتر العنيفة تدفع الجسم لإفراز هرمون الدوبامين الذي يمنحك إحساساً بالسعادة، ومع الوقت تعتاد هذا الإحساس
لدرجة الإدمان، ولو منعت عنه تشعر بنفس أعراض الانسحاب التي يعاني منها مدمن المخدرات، فلا تقدر على الابتعاد. لهذا ستجد الكثير من الدول قد حظرت هذا النوع من الألعاب نظراً لخطورتها على الشباب. ولا يخفى على أحد أن الهدف الرئيسي وراء هذه الألعاب بالدرجة الأولى هو الكسب المادي، وذلك لأن الزبون هو الطفل الذي لا يكاد يمل من اللعب. وهكذا يتم تدمير أبنائنا بأموالنا وهم تحت أنظارنا. غياب دور الأسرة وحالة الانعزال التي يعاني منها الأبناء، وكذلك عدم قيام الأبي أو الأم بدورهما الرقابي، مع غياب واضح وملحوظ للغة الحوار والدفء وظهور حالة من التوحد. ومن أهم أسباب اللجوء إلى استخدام تلك الألعاب هو تلبية رغبات الأبناء تحت دعوة أن جميع أقرانه لديهم ما لديه. كذلك عدم وجود القدوة وهجر الألعاب التنموية. للأسف تشتري بعض الأمهات الألعاب كي تقوم اللعبة بدور الجليسة بدلاً من الأم، إذ يجدن فيها الحل لإلهاء الأطفال أثناء انشغالهن بأعمال البيت. كما أن غياب رقابة الأهل وعدم وضع قوانين حازمة يحدد فيها الأهل الوقت المسموح به باللعب والذي لا يجوز أن يتعدى الساعة، وعدم مشاركتهم أطفالهم اللعب، كلها أمور تحفز الطفل على إدمان هذه الألعاب. ومن المعلوم أن ألعاب الفيديو والكمبيوتر تحتوي على مراحل عدة في اللعب، وفي كل مرة يتخطى اللاعب مرحلة صعبة تظهر مراحل صعبة أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية، مما يحفز لديه التحدي، إضافة إلى أن بعض الأهل لا ينتبهون إلى التعليمات الواردة في كتيب اللعبة ويشترون اللعبة في شكل عشوائي من دون الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت مناسبة لسن الطفل أم لا. رغم أن شركات تصنيع الألعاب الإلكترونية تشير إلى السن الموجهة إليها اللعبة، خبراء العلاقات الأسرية ينصحون بضرورة المشاركة الدائمة للأطفال من قبل الأسرة في كل شيء، وخاصة هذه الألعاب ومعرفة محتواها، وكذلك اختيار الألعاب لهم المفيدة والتي تحفزهم على الإبداع وتحفز قدراتهم على اتخاذ القرارات، وتنصح بقضاء وقت أطول بين أفراد العائلة لتقوية الترابط بينهم، وكذلك الاتجاه نحو الألعاب التنموية والتي تحتاج إلى تفكير كالشطرنج والألعاب الرياضية المفيدة. أيضاً من مشاكل هذا النوع من الألعاب أنها تعطيك إحساساً زائفاً بالانتصار طوال الوقت، فقد تكون حياتك المهنية معطلة وحياتك الأسرية مليئة بالصعاب وتأثيرك في الحياة شبه معدوم، لكنك تتجاهل كل هذا وتنغمس لساعات وساعات كل يوم في اللعب، وتصبح بعدها سعيداً منتصراً منتشياً بفوزك في هذا التحدي الصعب، غير مدرك أن هذا النصر هو فوز افتراضي في عالم وهمي، وأنك تركت تحديات حياتك الحقيقية وراء ظهرك، وأنك أضعت وقتك ومجهودك وتركيزك في شيء لن يكون له فائدة في المستقبل. حين تفوز في اللعبة فإنه فوز في لعبة أطفال وليس فوزاً في حياتك أنت، فلا تجعل ألعاب الكمبيوتر تنسيك أهدافك الحقيقية، ولا تجعل القتل وإراقة الدم نشاطاً يومياً تمارسه بضمير مستريح. أشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.